ازيكم؟ مكملين جولات الذهب في محل سندس، والنهاردة هنستعرض موديلات الأساور اللازوردي عيار 18، وحعرفك النهاردة الفرق ما بين الذهب المصري والذهب السعودي والهندي والبحريني أيا كان جنسيته، وأي ذهب فيهم أفضل، وحعرفك تشتري ذهب مصري ولا سعودي ولا هندي لو أنت موجودة في أي دولة خليجية. كمان حعرفك ليه لون الذهب بيختلف من بلد للتانية رغم أن العيار بيبقى واحد، يعني مثلا عيار 21 المصري لونه مختلف عن عيار 21 السعودي أو الهندي وهكذا، رغم أن العيار واحد بس اللون مختلف، وده بيبقى لكذا سبب. أنا حعرفك الموضوع ده في فيديو النهاردة كمان، بس الأول هنستعرض الموديلات والأسعار عشان الناس اللي مش مهتمة بالمعلومة ممكن تكون مش حيبقى انها تكمل الفيديو، انما لو انت مهتمة بالمعلومة بتاعت هل الذهب المصري افضل ولا الذهب الخليجي افضل او الهندي افضل، ده هتعرفيه النهاردة وهتعرفي سبب اختلاف الألوان. وزي ما قلت في أول الفيديو، النهاردة هنستعرض أسعار الطقم الأسورة والخاتم أو أساور بس عيار 18 من لازوردي، وسعر الذهب النهاردة كان 595 ساعة ما وزنته، المصنعية بتتراوح من 90 لـ95، وطبعا لأنه عيار 18 فالضريبة والدمغة 5.5 للجرام. أنا حوزن هقولك الميزان وهقولك السعر النهائي بعد ما حطينا الضريبة والدمغة والمصنعية. وأول طقم ده معانا ده وزنه 20 جرام و32 من 100 وعامل 14210. وتاني طقم ده معانا 20 جرام و60 من 100 وسعره 14430، وطبعا فصوص لازوردي ساعة البيع مش بتخسر من وزنها، بتتباع بالفصوص عادي. وده طقم 15 جرام و35 من 100 وعامل 10750. وده طقم اسورة وخاتم 19 جرام و37 من 100 وعامل الطقم 13560 جنيه. وده 25 جرام و63 من 100 وعامل 17700 جنيه. ودي أسورة بس من غير خاتم، دي وزنها 26 جرام و60 من 100 وسعرها 18500 جنيه. فيها 4 ألوان من الذهب، فيها ذهب أبيض وروز جولد وذهب أصفر لونين مختلفين، شكلها حلو قوي. وده طقم أسورة وخاتم ميزانه 16 جرام و95 من 100 وسعره 11700. وده طقم 29 جرام و44 من 100 وسعره 20430.
وفي بقى المجموعة دي من الأساور بالفصوص الملونة ومعاها الخواتم بنفس ألوان الفصوص، ويتاخدي أسورة واحدة معاها خاتم واحد بنفس لون الفصوص، أو تاخدي ثلاث أساور طقم بألوان مختلفة ومعاهم الخواتم بتاعتهم، ثلاث خواتم يتلبسوا مع بعض مع الثلاث أساور بنفس ألوان الفصوص، شكلهم بيبقى ظريف جداً. والإسورة الواحدة بيبقى ميزانها في حدود 9 جرام و23 من 100، وسعرها بيبقى حوالي 6420 جنيه. الطقم بقى عبارة عن خاتم وإسورة، بيعمل ميزان حوالي 10 جرام و65 من 100، وسعرهم الاثنين مع بعض 7400. وطبعا بتاخدي عدد الأساور اللي انت عايزاها مع عدد الخواتم، وبتحسبي بقى سعرهم ساعتها يبقى كام. وده طقم 3 أساور، ده وزنهم 39 جرام و64 من 100، سعرهم 27370. وده ذهب أبيض وذهب أصفر، والفصوص مختلفة، وممكن تاخدي يا إما أسورة واحدة مع خاتم واحد بنفس ألوان الفصوص ونفس لون الذهب، أو تاخدي أسورتين وخاتمين، أو 3 أساور وثلاث خواتم زي ما بتحبي. ونوصل بقى لموضوع الذهب المصري أفضل ولا الذهب الخليجي، وأنا شخصيا بثق في أي ذهب بيتباع في مصر، سواء بقى ذهب مصري أو خليجي أو إيطالي، لأن الغش في الذهب يكاد يكون نادر جدا في مصر. طبعا لو بتشتري من تاجر معروف لإسمه ولمحله ومكانه، لأن مصر من الدول القليلة في العالم اللي فيها رقابة حكومية على الذهب، ومصلحة الدمغة والموازين بتراقب كل المشغولات الذهب في كل مراحله، من أول المصنع لتاجر الجملة لتاجر التجزئة، في رقابة وتفتيش دائم. ففعلا مصر من الدول القليلة اللي تقدري تشتري منها الذهب وانت مطمنة. نيجي بقى للجودة، وجودة الذهب المصري عالية جدا وعياره مظبوط طالما اتختم بختم مصلحة الدمغة والموازين. فمثلا عيار 21 المصري لا يقل جودة أبدا عن عيار 21 السعودي أو الهندي أو البحريني طالما اتختم بختم مصلحة الدمغة والموازين، والعيارات في مصر مظبوطة جدا. طيب هنتكلم بقى عن ليه لون الذهب بيختلف من دولة للتانية، رغم ان العيار ممكن يبقى ثابت. يعني هنقول مثلا ان عيار 21 مختلف في مصر عن السعودية عن الهند عن البحرين مثلا، وده بيرجع لطبيعة المواد اللي بتنضاف للذهب وهو بيصنع. يعني السعودية مثلا بتضيف له الزيبق وهي بتصنعه، في مصر بنضيف له سواء فضة او نحاس سواء العنصرين مع بعض. المهم ان لون الذهب بيتحدد على حسب المادة اللي بتضاف لي وهو بيتصنع، كمان طريقة المعالجة. المهم ان ده كله مش بيأثر على جودة الذهب، فاللون ملوش علاقة بجودة الذهب. وأكبر دليل على جودة الذهب المصري أنك ممكن بتبيعيه في أي مكان في العالم ما بتواجهيش أي مشكلة خالص، لأن الذهب المصري معروف أن عياره مظبوط. ويا رب الفيديو النهاردة يكون مفيد وعجبكم، وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.